أنا بقى نغوص أكتر في كأس العالم للأندية ونروح لزميلنا أمير هشام من مقر إقامته في غرفته الحقيقة في مقر إقامته برضو. أمير طبعا موفد قناة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية وبالتالي هيدينا إيه اللي حصل النهاردة بقى طوال النهار، لأنه أمير معاه الفريق منذ أن وصل الفريق إلى أو من أول ما الفريق كان في مطار القاهرة وحتى الآن. يا أمير وحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا كابتن اسلام، تحياتي ليك وتحياتي للكابتن عادل عبد الرحمن والكابتن هاني العجيزي وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، اهلا بيك. الحقيقه يعني طبعا الحمد لله على سلامتكم، عاملين شغل رائع، بعتوا لنا فيديوهات كثيره جدا والناس الحقيقه مستمتعه بلحظات وصول النادي الاهلي منذ ان وطأت قدمهم الى في مطار القاهره وحتى الان. انا عارف ان انتوا دلوقتي المفروض في عزله تامه، كل واحد في اوضته. احكي لنا بقى ايه اللي حصل امير منذ ان بدأتوا الرحله وحتى الان. طيب خليني اقول لك يا كابتن اسلام، يعني الفريق اتحرك بالظبط من مطار القاهره الدولي، البعثه بالكامل اتحركت في تمام الساعه 4:30 عصرا بتوقيت القاهره. الرحله استغرقت حوالي 2:30 تحديدا، وصلنا الساعه 7 مساء بتوقيت القاهره. خليني في البدايه اقول لك ان فرق التوقيت ما بين مصر والدوحة ساعه تحديدا، يعني دلوقتي مثلا احنا عندنا الساعه 1 صباحا، انتوا عندكم الساعه 12 ظهرا، لكن في كل الاحوال الفريق وصل لمطار الدوحة الدولي وكان في استقبال بعثه الاهلي، طبعا جمهور النادي الاهلي هنا وطبعا الاهلاويه من الجاليه المصريه اللي كانوا متواجدين وكانوا متحمسين جدا يا كابتن اسلام لمشاهده ورؤيه لاعبي النادي الاهلي، الجهاز الفني، رئيس النادي كمان الكابتن محمود الخطيب، وكان استقبال اكثر من رائع. لكن قبل لحظات من استقبال طبعا جمهور النادي الاهلي للبعثه، خليني اقول لك ان فور وصول الفريق للمطار كان في مسحه طبيه. الاجراءات في الحقيقه كانت سريعه جدا، ما خدناش وقت كتير، الامور كانت بشكل منظم لابعد درجه. المسحه الطبيه كل البعثه اجرتها بالكامل، نتيجتها هتطلع خلال ساعات، ربما يكون الصبح بدري، ممكن لو اتاخرت شويه هتطلع على 12 الظهر او حاجه، باذن الله الكل يكون سلبي وما يبقاش في اي مشكله. بالتالي فور خروج البعثه من المطار لقينا طبعا جمهور النادي الاهلي في استقبال حافل ورائع وقوي جدا جدا لافراد البعثه وللاعبين والجهاز الفني بالكامل، وده كان ليه أثر إيجابي بشكل ملفت جدا على لاعبي الفريق كابتن إسلام، وبالتحديد كمان على المدير الفني مستر بيتسو موسيماني. يعني الراجل قال أنا ما فيش مكان لحد دلوقتي من ساعة ما جيت مع النادي الأهلي رحته غير لما لقيت جمهور للنادي الأهلي، وهو مستغرب من حاجة زي دي، هو لسه كمان ما شافش حاجة، لأن جمهور النادي الأهلي في الحقيقة متواجد في كل مكان في الدنيا يعني. لكن في كل الأحوال الأمور ماشية بشكل جيد جدا، وصلنا مقر الإقامة. بالمناسبة طول الطريق يا كابتن إسلام من ساعة المطار لحد ما وصلنا للفندق الطريق كله جماهير للنادي الأهلي، وأعتقد أنتوا زعتوا لقطات للجمهور جمهور النادي الأهلي وهو بيستقبل الفريق وفي الشوارع سواء عند المطار أو في الشارع في الطريق للأوتيل أو حتى أمام مقر إقامة النادي الأهلي، كان في عدد وافر من الجماهير اللي كانوا دايما بيهتفوا هتافات كبيره جدا لنادي القرن وبطل افريقيا قبل المشاركه في بطوله كاس العالم للانديه. هناك في المطار كان في هتافات خاصه جدا جدا من قبل جماهير النادي الاهلي للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. الكابتن محمود الخطيب راح حياهم، بعديه كان لاعبي النادي الاهلي بعد هتافات من الجماهير، كانوا اللاعبين خلاص يعني ركبوا الاتوبيس، فلما لقوا هتافات كبيره جدا من الجمهور نزلوا من الاتوبيس مره ثانيه عشان يحيوا جماهير النادي الاهلي. نفس المشهد تكرر كمان امام مقر اقامه الفريق هنا، وكان في عدد كبير من الجمهور اللي هتف بشكل كبير جدا للنادي الاهلي، وكان في هتافات كمان خاصه جدا جدا لمؤمن زكريا نجم النادي الاهلي واللي بنتمنى له الشفاء العاجل، وكانت لافته اكثر من رائعه كمان من الجماهير. فور الوصول للفندق كل لاعب دخل الغرفه الخاصه بيه او كل افراد البعثه، كان كل واحد ليه غرفه خاصه بيه، في يعني عدد من الساعات
العزل حتى ظهور المسحه ونتيجتها اللي باذن الله تطلع نتيجه سلبيه. فور ظهور النتيجه باذن الله تكون سلبيه الامور هتبقى يعني طبيعيه الى حد ما، مع طبعا اتخاذ كل الاجراءات الاحترازيه بشكل كامل ومنظم جدا، فاكيد احنا هنكون في انتظار نتيجه المسحه السلبيه. الاجواء بشكل عام مميزه جدا يا كابتن اسلام. خليني اقول لك كمان ان ساعه او الحضور اللي هيحضروا في استاد المباراه 30% بس من ساعه الاستاد، فبالتالي لو كان الساعه كامله كنت هتشوف الاستاد مليان بجماهير النادي الاهلي. وانا في الحقيقه عايز استغل الفرصه دي وابدي استغرابي في الحقيقه كابتن اسلام، لان كنا بنسمع دايما اقاويل ان النادي الاهلي ملوش جماهير في الخليج او النادي الاهلي جماهير قليله. بصراحه كل اللي هيشوف اللقطات النهارده اللي انتوا ذاعتوها او لسه هتذاعوها هيشوف مدى وحجم وشعبيه جماهير النادي الاهلي. انا في الحقيقه رحت مع النادي الاهلي في اماكن كتير جدا، كل مكان بلاقي فيه جماهير النادي الاهلي، فجمهور النادي الاهلي موجود بشكل قوي جدا وبيآزر وبيدعم الفرقه بشكل كبير، وفي انتظار اداء مميز من اللاعبين ونتائج كمان مميزه. عندنا طموح وامنيات كبيره ان شاء الله لاعيبه النادي الاهلي بالتحديد بعد ما شافوا وخدوا الدفعه دي من جمهور النادي الاهلي، نشوف اداء ونتائج جيده كابتن اسلام ان شاء الله. امير انا عارف ان انتوا تعبانين جدا، وانت تعبان تحديدا طبعا من الصبح سفر ومروح ومجي ومسحات ومسحه هنا ومسحه هنا، ولكن لو تقدر تقول لنا عن بكره اليوم الاول للنادي الاهلي بكره هيكون ازاي بعد ظهور المسحه. طيب اكيد هيكون في انتظار لنتيجه المسحه باذن الله تطلع المسحه سلبيه، بعدها هيكون في تدريب للنادي الاهلي، هو المران الاول للفريق هنا في الدوحه، وهيستعد من خلاله النادي الاهلي او بدايه الاستعدادات لمباراه الدحيل يوم 4 من الشهر المقبل باذن الله 4 فبراير. هيبقى طبعا في وجبه فطار الصبح. بمناسبه وجبه الفطار، لو نتيجه المسحه تاخرت فالوجبات هتروح لكل واحد في الغرفه بتاعته زي ما حصل النهارده في وجبة العشاء الخاصة بكل أفراد البعثة، كل واحد وصل له الوجبة بتاعته قدام الغرفة الخاصة بيه. لو النتيجة بكرة الصبح اتأخرت بتاعة المسحة فكل لاعب هيفطر في غرفته، لو طلعت النتيجة قبل ميعاد الفطار فهيبقى في فطار جماعي مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية بشكل طبيعي. بعد الفطار إن شاء الله بإذن الله هيكون في طبعا مران النادي الأهلي، أكيد كمان هيكون في بعض المحاضرات المهمة من مستر بيتسو موسيماني في اوقات معينه على مدار اليوم. بمناسبه مستر بيتسو موسيماني كمان يا كابتن اسلام، خلينا اقول لك ان احنا في الطياره في طريقنا لكاس العالم للانديه وللدوحه كان مستر بيتسو موسيماني، والشيء الملفت جدا ان هو كان قاعد بيذاكر فرقته، فرقه النادي الاهلي، بيشوف بعض ممكن الملاحظات اللي عنده في المباريات السابقه تحديدا، كمان شاهد بعض اللقطات وركز على بعض اللقطات الخاصه بفريق الدحيل القطري. الراجل شغال بشكل مستمر ما بيضيعش وقت في الحقيقه. أيوه. ده فيما يتعلق بمستر بيتسو موسيماني في الطيار. لكن خليني اقول لحضرتك كمان يا كابتن اسلام ان لاعبي النادي الاهلي نفسهم عندهم حاله من الجديه والتركيز الكبير جدا، واكيد هيبقى في جديه بما انك بتشارك في كاس العالم للانديه، لكن اللي يعكس كده واللي يدل على كده ان بعض اللاعبين كانوا معاهم ماتشات لفريق الدحيل القطري على الاجهزه الخاصه بتاعتهم اللابتوب، وكانوا بيتفرجوا على اداء فريق القطري وبيشوفوا نقاط القوه والضعف بالنسبه لهم، وده شيء لفت نظري. شيء لفت نظري بشكل كبير جدا، وبين لي قد ايه لاعيبه النادي الاهلي متحمسه ومتحفزه بشكل كبير جدا ان هي تتخطى اول عقبه باذن الله. فريق الدحيل فريق قوي جدا، لكن اكيد هم عاملين حساباتهم بشكل كامل على طبعا كيفيه مواجهه هذه الفرقه وكيفيه تخطي هذه العقبه علشان باذن الله نوصل لمباراه بايرن ميونخ. الجزئيه الاهم قبل ما اسلم لك الكلمه يا كابتن اسلام، ان ما فيش حديث اطلاقا عن مباراه بايرن ميونخ اطلاقا في ما بين افراد البعثه، كل التركيز منصب فقط على مباراه الدحيل القطري، ليس الا ما فيش تفكير خالص بخصوص فريق بايرن ميونخ. يعني حتى النهارده ظهر بعض الاصابات مثلا في صفوف بايرن ميونخ بخصوص كورونا زي جريتسكا طبعا نجم وسط فريق بايرن ميونخ، لكن ده يعني ما خدش اهتمام كبير من لاعبي النادي الاهلي، لان كل التركيز في الحقيقه منصب في مباراه الدحيل القطري، والاهم ان انت تعدي هذه المباراه عشان تفكر فيما تبقى من هذه البطوله. وباذن الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه البطوله يا كابتن اسلام. لو في اي استفسار ثاني انا معاك، اتفضل.